السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة. اليوم إن شاء الله لقاء قصير، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي، واليوم إن شاء الله نتحدث عن بعض الأسئلة لمادة اللغة المرحلة الرابعة، وطلبتوا من عندي أسئلة، فهنا عندنا مجموعة أسئلة. شوف هنا السؤال الأول، يعني سؤال حلو بسيط حقيقة، عندك مصطلحات فوق تجيب هنا تنزلهن جوا، شوف مصطلحات فوق تنزلهن جوا حسب كل تعريف وجيب تنزلهن جوا. هذني ماخذين من كليتهن، وانا حتى شارحهن بقناتي على اليوتيوب. يعني مثلا عندك الهوموفونز، كلمات متشابهة بالكتابة وفي المعنى، وتختلف في النطق، وتختلف عفوا في المعنى، يعني متشابهة فقط بالنطق اللي هي رقم 5. راح تجيب انت هذه تخليها رقم 5 هنا. السؤال الثاني قايل لك منطي مثال امثلة، وقايل لك يعني ذني انطي عليهن امثلة، يعني مثلا هايبونيمي، الهايبونيمي والانتونيمي اللي شرحناهن، يعني المعاكسات والمتضادات اللي اخذناهن. فانا مجرد انت كل اللي راح تسوي راح تجيب هذا المثال المتشابه، يعني هسه مثلا عندك المتضادات والمتشابهات، جيب انت ترتبهن، يعني بس مجرد السيناريو متشابهات مثلا كاب وتكس، هيك تكتب كل وحدة وقدامها الحل مالتها. يعني منطيك مثال هنا، ويريد تنطي المصطلح مالته، العملية اللي تمت بيها او العملية اللي ترجع لها. بالنسبة للسؤال الثالث فهنا، هذا ايضا احنا شرحناه على اليوتيوب، اللي هو الاجنت والثيم، يريد من عندك ترتبهن، يا هي اجنت يا هي ثيم. شرحناها الموضوع الاجنت والثيم بالتفصيل، تقدر تروح تشوف الفيديوهات وترجع تحل هذه الأسئلة بالتفصيل. أي سؤال أو استفسار تقدر تتركه بالتعليقات، وإحنا حاضرين.